لا بالفعل بتستحق زقفة. فادي الحلبي إعلامي طبعا زميل لنا ومستشار نفسي للأزواج، هلا بستفسر منك عن هيدا التيتر يعني شو المقصود. طبعا فنانتنا المحبوبة مايا نعمي أهلا وسهلا فيك، كمان زميلي صرتي لنا يعني أنت هلا بوجنا كمان نحن عم لحق على كل شيء مايا لحق على كل شيء وبيلبق لها. فادي أنا قلت كلمة قوة الإرادة والتصميم جعلت القدر يستجيب. يمكن كتير عم بيسألوا إنه شو الهدف من إنكم تقدموا رقصة مثل اللي قدمتوها، يعني إنه شو اللي خلى فادي يفكر إنه يوما من الأيام يقوم برقصة بهذا الشكل ويوصل للإعلام ويعرضها للإعلام، شو الهدف من القصة؟ حد التصميم والإرادة بزيد الشغف والحلم. نعم. لأنه الرغبة هي أوقات أقوى من الإرادة إذا هي يلي من جوا عم تنبع. بس كهدف إذا بتسألني عن هدف، في هدفين، في هدف شخصي، فادي من زمان بحب يرقص وكان بيحلم إنه يقدم رقصة فنية استعراضية. من زمان من قديه؟ يعني من أنا وصغير، من أنا ومراهق أنا برقص أساسا عفويا مع أصحابي بالسهرات والظهرات العادة وكتير حلو. بس انه غير هيك كان في عندي حلم انه اقدم رقصه، هيدي على مستوى الشخصي. بس انا هالرقصه ظهرتها من الحيز الخاص للحيز العام، يعني خليتها تكون تطلع على الاعلام انا وما ينطل كسفر الفرح والامل من بين العالم، تنقول انه الحواجز عند الانسان هي حواجز وهميه بالراس، ما في شيء الانسان اذا رغبه وحب يعمله ما بيقدر يحققه، فبالتالي بنكسر هيدي الحواجز الوهميه بكرسي بلا كرسي بلا كيزه بلا كيزه على الكرسي بالبوت على الحنطور ما بيأثر، المهم انه الانسان بيقدر يوصل. ليش اخترت مايا؟ اخترت مايا لانه انا بامن انه لازم الانسان يوصل للحظه تنضج الامور معه ويختار اللحظه المناسبه. التقيت بمايا بسهره صلصه وشفتها قد هي عندها شغف للرقص، وحسيت انه انا وياها في انسجام على مستوى القيم وعلى مستوى الرقص وعلى مستوى النظره، لقيت انه نحن رح نكون الكابل المناسب لهيدا المشروع لهيدا الرساله اللي عم نعملها. قبل ما اسالك ليش لم يكن اختيارك لصبيه عندها نفس الوضع اللي انت عندك ايه، يعني لماذا يعني ليش ما شفنا شخصين بوضع معين هن اللي عم بيشكلوا هالرقصه؟ مايا ليش قبلتي تقدمي هيدي الرقصه او تتجاوبي مع فادي بهيدا الشكل، علما انه يعني عندك يخزي العين يعني انطلاقتك واسمك بالمجال الفني، ليش قررتي انك تتجاوبي مع فادي وتقدمي هالرقصه؟ هلا انا بالرقص لزمان وعندي مدرسه رقص بجنوب بسور، فكان بالنسبه لي تحدي، يعني عاده كنت اطلع بمهرجانات رقص سلسة برا، فوقت فادي عرض علي الفكره انه رقصها بجالا دينر حبيت جرب الاكسبيرينس، لانه بعدنا الاول بالميدل ايست وتحدي انه ما في حدا يعلمنا، يعني نحن عم نخترع كل شيء، بنقعد دائما شهرين قبل كل رقصه نكتشف الكرسي. بالنسبه لي يعني حسيتها شيء كثير حلو ودائما بحب التحدي، فوقتها نجحت اول رقصه وشفنا الامباكت على العالم قد ايه حبوا هيدا الشيء، حبينا نكفي ومثلنا لبنان بقبرص ورحنا على المغرب، وهلا رايحين ان شاء الله كمان على دول ثانيه نشارك بمهرجانات. في حاله مماثله لكم بالعالم؟ يعني في شيء بيشبه اللي انتم عملتوه موجود بالعالم؟ بالشرق الاوسط لا، برا في مدارس رقص خاصه للاشخاص المعوقين. نعم. الشيء الحلو اللي عملناه كلبنانيه انه عملنا خرق ثقافي، انه فتنا على مهرجانات العالميه للصلصة اللي فيها ناس لحنا الاوائل كويل شير دانس ووك، يعني كرقصة على الكرسي، وهذا خرق ثقافي. برجع على سؤالي. نعم. لماذا لم يختر فادي الحلبي شخص على الكرسي، صبية كمان على الكرسي او عندها اي حاجة خاصة تانية؟ يعني اول شيء لانه هذا الشيء ممكن بالرقص على الويلتشير فيك تكون شريكين على الكرسي او انت مع شخص مش على الكرسي. هلا اليوم انا تقدر اقلع بهذا المشروع يكون في شخص عنده خبره بالرقص على الكرسي، ما في بلبنان، بس حدا عنده خبره بالرقص وبيحب ومنه على الكرسي وبيقدر يتفاعل ولقيتها مع مايا فليش لا. بس اليوم ابعد من فادي ومايا، وهذا الشيء بدنا نقوله اليوم عندك على البلاتو توني، انه صار وقت انه مشروع يروح ابعد من مايا وتوني مايا وفادي وان شاء الله توني ليش لا، لحتى نعمل فرقه رقص اكبر، وهيدي بيكون ساعتها بيكون في لوحه راقصه تعبيريه اكبر من هيك وناس ينضموا لنا، لانه انا اكيد انه في كثير يعني ناس فرقة رقص. اليوم من سنتين اذا بتذكر توني اجى فريق الصينيه ماي دريم يلي كلهم كانوا سورميه ماي دريم صحيح مظبوط، كانوا من اجمل الفرق الرقصه اللبنانيه، ما بعرف عم بينا اصل وقت مظبوط هيدي وقتها لا لا وقتها تذكرنا كلنا وحطينا نحن عنا انه كيف لي شخص كمان في عنا لبنانيه وقتها استضفنا ناس لبنانيين انه كيف لشخص عنده مشكله بسمعه انه بيقدر يلحق الموسيقى
حدا قال لي انه من الفيبراسيون او الفايبريشن اللي بتطلع مزبوط. من الموسيقى بيقدر هو مزبوط. يتجاوب معها. فالطاقة والشغف ما له حدود للاشخاص اللي بدهم، وانا اكيد انه في كتير ناس حابين هذا المشروع، وانا بقول لهم انه من البلاتو تبعوا لك اللي بيحب ينضم لنا صار وقت انه نعمله. اكيد هذا مشروع بده تكاتف كتير، بده دعم من كتير ناس لحتى نقدر نقلع فيه، بس مثل ما بلشنا انا ثاني وصلنا انا وما يوصلنا رح نوصل مع غير اشخاص. طيب مايا سؤال يعني طبعا منه محرج لانه بالنتيجه انتم تخطيتوا وكسرتوا كل الحواجز، وين لقيتي صعوبه اكثر بالتعامل مع فادي او مع الكرسي؟ لانه انت عم ترقصي مش مع شخص، انت عم ترقصي مع شخص ومع آلي، يعني بنفس الوقت يعني حركتك بدها تكون معتمده على شخص وعلى الآلي اللي هو قاعد عليها اللي هي الكرسي. هلا شو الصعوبة اللي لقيتيها؟ أول ما بلشت مع فادي كنت حس إنه في شخصين، في كرسي وفي نعم. فادي، بس بعدين اكتشفت لا فادي فادي، يعني ما فيك تفصل الكرسي عن هيدا، يعني إذا أنا واجهت شيء مع دولاب لأنه مع فادي هو عم يتحكم بكل شيء. قبل كنت كتير تأزم الكرسي، وخصوصا إنه الكرسي منا مجهز للرأس، ومشروعنا إنه نجيب كرسي مستقبلية خصيصة للرأس تبرم أسرع خفيفة في أنا أكتر أتحكم فيها. بس بعدين لاحظت انه لا ما بقى في هيدا الاوبستكل خلص، انا وفادي قعدت على الكرسي ايه؟ مايا قعدت على الكرسي لتعرف شان اختبار الكرسي وتتحكم بالبيات. ممكن أكثر. نشوف مايا مثلا برقصة من هالنوع انه تستعمل الكرسي بلوحة معينة مثلا. عم تسبقنا بالافكار هيدي طرحناها، وممكن يكون جزء من مشروع مستقبلي. نحن عادة الكوريوغرافيز برا اللي على الويل تشير عادة بيكونوا في هيك حاطين قوانين، وعادة كل اللي بيتبارزوا بيلتزموا بالقوانين، بس انا وفادي عم نعمل فري ستايل. هيدا الشيء حلو، يعني وين ما نرقص بمهرجان برا بيقولوا انه اول مرة بنشوف فري ستايل على الكرسي. وهلا ما عندها خبرية جديدة رح تقول لك اياها، انه هلا بدي صور غنيتي الجديدة لون عيونه، واكيد فادي رح يشاركني بالكليب. والحلو انه عطا بيجيبوا دايركتور ومخرج ليعمل مزبوط، عطا بيجيبوا بنكون اول ناس نحن بنعرض لكم اياه. اكيد وبنكون بالتصوير بالكواليس تبعه. بس انا قبل ما نحكي عن الفيديو كليب في شغله كتير مهمه، انا لي فتره يعني بنفسي اني اطرح هذا الموضوع بشكل كتير دقيق، وخصوصا صار عندي ملف اذا بدك هالقد من اصحاب الاحتياجات الخاصه بلبنان اللي عم بياكلوا زبوطه، عم يتبهدلوا، عم يتعذبوا، عم يضطروا أوقات تحت الشتاء، أوقات يعني حالات مأساوية جدا من دون أي مراعاة، من دون أي إنسانية، ببلد يعني بين هلالين المعوق فيه أكثر فئة مهمش، رح نقول أكثر من مهمش، رح نقول مضطهد. يعني لما أشوف رجل أمن عم بيعمل ضبط بصبية على الكرسي لانه ما انا قادره توقف بالباركينج لتوصل على مكتبها تحت الشتاء، لانه اضطرت توقف بمكان لانه ما في محل لها، واذا في محل لها جاي غيرها موقف فيه. بتصور هون لازم نعمل حلقه عن هذا الموضوع وتجيبوا لي كل الامور مزبوط. اللي بدكم تعملوها. اكيد توني رح كمان اقول لك شغله رابعه اليوم غير قصه الكليب والرقص والفرقه الرقص، انه انت تعرف انا مسؤول عن جمعيه مشتغل دمج الاشخاص المعوقين، وكنت انت اول شهد على رقصتي انا ومايا وطلعناها بحفل العشاء. نحن رح نطلق مشروع جديد اليوم اسمه بيروت مدينه الكل للكل، رح نبلش ببيروت وان شاء الله يتعمم على كل لبنان، لانه اليوم في حواجز ما بتخلي هالاشخاص المعوقين يقدروا يوصلوا للاماكن ببيروت. لما اقول اماكن يعني public spaces، يعني مدارس، جامعات، سينما، مسارح، مساجد، كنائس، كل الاماكن العامه في صعوبه الاشخاص يوصلوا لها لانه مش مجهزه هندسيا. عندنا طموح كبير بسنتين. نحن ليلى اعطينا العنوان العريض مزبوط. باقرب فرصه ممكنه يعني خلال الحلقات المقبله اذا الله راد رح نكون بتفصيل شامل عن هذا الموضوع، ورح اقول بس انه رح نطلق هذا المطرح هاللقاء بحفل العشاء باربعة كانون الاول بمطعم سيف البحر مع استاذ غسان صليبه، مش كل قدامنا المطرح ورح نطلق هذا المشروع، وان شاء الله من هلا لسنتين نتعهد بالتكاتف القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني والمغتربين نحقق هذا المشروع. مثل كل الناس عم يلتفوا حبل رجعيتها لتكون العجيبة، خلينا كمان بيروت نحولها لعجيبة على سيرة رجعيتها. بما انك فتحت الموضوع خلص الوقت توني، ايه رح نحط في رقم تليفون لكم رح يمروا هلا على مزبوط. هذا الرقم لشو؟ هيدا رقم مش رقم لحتى الاشخاص اللي بدهم ينضموا للرقص نعم. او الاشخاص اللي بدهم يدعموا مشروع بيروت يكونوا جزء من هذا المشروع الكبير، لانه بده تكاتف كل الناس على هالرقم بدهم يتصلوا ويتواصلوا معكم. وعلى سيره جعيتها تحديدا